أثابكم الله. يقول في سؤاله الرابع: إذا أنزل شخص منيا في رمضان فماذا يجب عليه إن كان متعمدا أو غير متعمد؟ إذا أنزل منيا بشهوة في رمضان وهو صائم فإنه يفسد صيامه، وعليه الاستمرار فيه والإمساك بقية يومه ثم يقضي هذا اليوم. هذا إذا كان إنزاله المني بتسبب منه، إما بسبب تكرار نظر أو مباشرة أو غير ذلك من أسباب ثوران الشهوة، إما تكرار نظر وإما مباشرة وإما بالعادة السرية. ففي كل هذه الأحوال إذا أنزل منيا فإنه يقضي هذا اليوم لأنه فسد. نعم.